من هو جينارو جاتوزو؟ ولد جينارو جاتوزو في 9 من جانفي سنة 1978 في كوريليانو كالابرو في كالابريا بإيطاليا. بدأ مسيرته الكروية مع نادي بيروجيا، وانتقل بعدها إلى رينجرز الأسكتلندي، ثم عاد إلى إيطاليا حيث بدأ مسيرته المميزة مع نادي ميلان سنة 1999، ليكون جزءا أساسيا من تشكيلة ميلان الأسطورية بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث حقق مع الفريق الدوري ودوري أبطال أوروبا. مسيرته مع المنتخب وصلت لذروتها سنة 2009 عندما فاز بكأس العالم. اتجه جاتوزو إلى عالم التدريب بعد اعتزاله اللعب، وهو حاليا مدرب لفريق ميلان الإيطالي. والدا جينارو جاتوزو هما فرانشيسكو جاتوزو وكونستانزا جاتوزو. أيضا عاشق جاتوزو الكرة وقضى طفولته يلعب الكرة على الشاطئ. بدأ مسيرته مع نادي بيروجيا في أكاديمية النادي، ووقع أول عقد احترافي له سنة 1990، وفي سنة 1995 انتقل إلى الفريق الأول، لكنه لم يلعب إلا 10 مباريات خلال موسمين. انتقل بعدها إلى نادي رينجرز الأسكتلندي، وكان يقوده المدرب والتر سميث آنذاك. وبعد رحيل والتر سميث سنة 1998 تولى الهولندي ديك أدوفكات المنصب. حول جاتوزو إلى ظهير أيمن، ورغم تسجيله 5 أهداف في ذلك الموسم، إلا أنه انتقل في نهاية الموسم إلى نادي ساليرنيتانا الصاعد حديثا إلى دور الدرجة الأولى الإيطالي. أداؤه المميز مع الفريق الصاعد جذب إليه أنصار نادي إي سي ميلان الإيطالي، فوقع معه عقدا. انتقل جاتوزو بموجبه إلى الفريق اللومباردي سنة 1999. شارك جاتوزو في 24 أكتوبر سنة 1999 في أول مباراة له ضد إنتر ميلان، وأظهر نضجا تكتيكيا عاليا في التعامل مع المهاجم البرازيلي رونالدو نجم الإنتر. قدرة جاتوزو العالية على قطع الكرات وقتاليته في الملعب جعلت مدربه كارلو أنشيلوتي يضعه ضمن التشكيلة الأساسية كمتوسط ميدان دفاعي إلى جانب أندريا بيرلو وكلارنس سيدورف، ليسيطر ميلان بخط الوسط هذا على الألقاب المحلية والأوروبية، محققا الدوري ودور الأبطال وكأس السوبر الأوروبية سنة 2003 وكأس السوبر الإيطالية سنة 2004. وصل الميلان مع جاتوزو لنهائي دوري الأبطال 2005 قبل أن يخسر النهائي بسيناريو مجنون أمام ليفربول بركلات الترجيح. بعدها بعامين عاد ميلان مع جاتوزو ليواجه ليفربول في نهائي دوري الأبطال في العاصمة اليونانية أثينا، وليحقق الروسونيري اللقب 7 في تاريخه هذه المرة. لعب جاتوزو مباراته رقم 400 مع ميلان في 22 أوت 2009، وحظي بموسم مميز في 2010-2011. ومع بداية موسم 2011-2012 اصطدم خلال مباراته ضد لازيو بزميله في الفريق أليساندرو نيستا، ليتم استبداله وتشخيص إصابته لاحقا في العصب القحفي في الرأس، والذي سبب له رؤية مزدوجة. قرر جاتوزو عدم تجديد عقده مع ميلان، والذي كان ينتهي في جوان 2012، لينتقل بعدها إلى نادي سيون السويسري، ويصبح فيما بعد مدربا للفريق في 25 فيفري 2013. على صعيد المنتخب الإيطالي، فقد مثل جاتوزو المنتخب في فئاته العمرية الصغيرة، ولعب أول مباراة له مع الفريق الأول في 23 فيفري سنة 2000 في السويد. شارك جاتوزو مع المنتخب في الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2000 وبطولات أمم أوروبا 2004 و2008 وكأس العالم 2002 2006 2010 وكأس القارات 2009. يبقى أهم إنجاز لجاتوزو مع المنتخب هو الفوز بلقب كأس العالم لسنة 2006، حيث اختير رجل المباراة في الفوز على أوكرانيا بثلاثية نظيفة في الدور الربع النهائي. حصل جاتوزو على شهادة آل أوروبية في التدريب سنة 2011، ودرب نادي سيون السويسري سنة 2013، ثم انتقل بعدها ليدرب باليرمو الإيطالي لفترة قصيرة قبل أن تتم إقالته. درب جاتوزو بعدها نادي كريت اليوناني، وحصل خلال ذلك الوقت على شهادة التدريب الاحترافية الأوروبية، ليعود بعدها إلى إيطاليا ويدرب نادي بيزا ويقوده إلى الصعود إلى الدرجة الثانية. تم تعيين جاتوزو مدربا لفريق ميلان تحت
19 عاما في ماي 2017. وفي نوفمبر عام 2017 وبعد إقالة مونتيلا من تدريب الميلان، استلم جاتوزو دفة قيادة الفريق الأول. جينارو جاتوزو متزوج من مونيكا رومانو وهي إسكتلندية من أصول إيطالية، ولديهما ابنة اسمها جابرييلا وابن اسمه فرانشيسكو. التقى جاتوزو زوجته خلال الجولة الاستعدادية لفريقه رينجرز في كندا بعد الفوز بكأس العالم 2006. ركض جاتوزو في الملعب بملابسه الداخلية قبل أن يطلب منه مسؤولون فيفا الدخول إلى غرف تبديل الملابس. قال جاتوزو أنه لعب كل مباريات كأس العالم 2006 مرتديا نفس الملابس الداخلية بطريقة مقلوبة كنوع من جلب الحظ.